يعلم الديوان الوطني للحج والعمرة كافة المواطنين المؤهلين لأداء مناسك الحج أن تكلفة الحج لهذا الموسم مقدرة ب 770 ألف دينار جزائري شاملة لتذكرة السفر. فعلى المواطنين المؤهلين لأداء مناسك الحج لهذا العام إتمام واتباع الإجراءات والخطوات الإدارية قبل تاريخ 15 ماي 2023 وفق الترتيب التالي: التوجه في أقرب وقت إلى مصالح البلدية للحصول على شهادة النجاح لأداء مناسك الحج لهذا الموسم، التوجه إلى اللجان الولائية الطبية مرفوقا بشهادة النجاح المسلمة من طرف مصالح البلدية للقيام بالفحوصات الطبية والتلقيحات اللازمة والحصول على الدفتر الصحي، شهادة التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 وشهادة التأهيل الصحي لأداء مناسك الحج، التوجه إلى فرع بنك الجزائر على مستوى كل ولاية لدفع تكلفة الحج المقدرة ب 770 ألف دينار جزائري شاملة لتذكرة السفر مرفوقا ب جواز السفر البيومتري بمدة الصلاحية لا تقل عن 6 أشهر، شهادة النجاح المسلمة من طرف مصالح البلدية لهذا الموسم، شهادة التأهيل الصحي المسلمة من طرف اللجنة الطبية الولائية للحصول على وصل دفع تكلفة خدمات الحج والمقدرة ب 600 ألف دينار جزائري، وصل دفع تذكرة السفر والمقدرة ب 170 ألف دينار جزائري، على أن يتم الإعلان لاحقا عن باقي الخطوات والإجراءات الإدارية المطلوبة وفقا للآجال الزمنية المحددة لها. فحج مبرور وذنب مغفور.